انتخابات الاهلي اسرار وكواليس. شفنا في المرة الأولانية ازاي عشاء المقطم كان حاسم جدا ومؤثر في مسيرة مجلس إدارة النادي الأهلي وشرخ المجلس نصين، وشفنا بعد كده معركة الاسترشادية وازاي فشلت محاولة إقصاء الخطيب ببند في اللائحة صريح، تم رفض اللائحة أصلا وعمل الأهلي باللائحة الاسترشادية. لكن هذه المسألة أفضت إلى صراع ثنائي شديد جدا لعله هو الأعنف في 30 نوفمبر بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر. طيب الكابتن محمود الخطيب وكل الأهلوية بل كل الجماهير وربما حتى غير الجماهير الرياضية يعرفوا مين هو محمود الخطيب، الناشئ اللي مواليد 54، دخل النادي الأهلي في نهاية سنة 70، كان سنه أقل من 16 سنة. علاقته بالنادي الأهلي علاقة تاريخية طويلة وممتدة جدا منذ بداية السبعينات وحتى اليوم. لكنه من هو المهندس محمود طاهر وإيه علاقته بالنادي الأهلي، خاصة أنه علاقته بنادي هليوبلس كانت علاقة هي الأسبق وهي الطويلة والممتدة بحكم إقامته ومكانته. المهندس محمود طاهر دخل على النادي الأهلي من خلال رحلة لإحدى الدول الأفريقية، كان وقتها كابتن صلاح حسني مدير للكرة في النادي الأهلي، حب ينظم رحلة لبعض رجال الأعمال يصاحبوا فرقة النادي الأهلي اللي مسافرة على متن طائرة خاصة. عزم المهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر لم يكن عضوا في النادي الأهلي في منتصف التسعينات حتى هذه الرحلة. سافر في هذه الرحلة، تعرف على 2 قعدوا جنبه على الكرسي في الطيارة، كابتن علاء عبد الصادق والكابتن أسامة عرابي. منذ لحظة ركوب الطائرة بقت في علاقة صداقة نشأت على متن هذه الطائرة الخاصة بين الكابتن علاء عبد الصادق والمهندس محمود طاهر. اشتغل الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن أسامة عرابي مع المهندس محمود طاهر في شركة البترول الخاصة اللي بيملكها وبيديرها، وبالتالي توطدت علاقة الكابتن علاء عبد الصادق بالمهندس محمود طاهر بشكل خاص جدا، قادوا إلى أنه هو يعمل عضوية عاملة في النادي الأهلي في نهاية 95 وبداية سنة 96. ثم كنت شاهد شخصي على علاقة المهندس محمود طاهر بالكابتن علاء عبد الصادق في بدايتها. أذكر أنه كابتن علاء عبد الصادق دعاني ذات مرة لزيارة المهندس محمود طاهر في مكتبه في مصر الجديدة، تعرفت عليه قبل أن يدخل النادي الأهلي. ثم استحضرني الكابتن علاء عبد الصادق عشان نقابل المهندس عادل القيعي عشان نقدم له المهندس محمود طاهر عشان يعرف عليه الكابتن صالح سليم. تمت هذه الإجراءات سريعة بعد ما كان المهندس محمود عمل عضوية عاملة في النادي الأهلي، وبرغم أنه ما كانش طبعا الكابتن صالح أعجب جدا بذكاء المهندس محمود، بلباقته، بحسن عرضه للأمور، شخص يبدو من الوهلة الأولى فعلا جدير بهذا الاحترام. ومن ثم نشأت هذه العلاقة الطيبة بين الكابتن صالح سليم والمهندس محمود طاهر اللي زي ما قلت لحضراتكم كنت شاهد على بدايتها من خلال المهندس عادل القيعي والكابتن علاء عبد الصادق. لكن المهندس محمود طاهر أقنع الكابتن صالح سليم بقيمته بجدوى وجوده في مجلس الإدارة. لما جه الكابتن صالح سليم يشكل مجلس أو يضيف 3 أعضاء بالتعيين، حط فيهم المهندس محمود طاهر. ما كانتش المدة القانونية له، فات عليها سنة على عضويته في النادي، لكن وزير الشباب والرياضة وقتها أو الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقتها ما كانش حابب يتصادم مع الكابتن صالح سليم تاني، وما حبش يرفض له طلب، وافق على تعيين المهندس محمود طاهر في مجلس الإدارة رغم أن المدة ما كانتش كملت سنة كاملة ويشترط أن يتوفر في التعيين ما يشترط في الانتخاب، وبالتالي السنة ما كانتش كملت. بدأ المهندس محمود طاهر علاقته بمجلس إدارة النادي الأهلي منذ هذا المجلس في عام 96، ثم دخل الدورة اللي بعديها دورة 2000 ل 2004 بالانتخاب، ثم بعد كده ترشح للانتخابات التالية بعد وفاة الكابتن صالح على مقعد أمين الصندوق ولم يوفق. ابتعد المهندس محمود طاهر منذ خروجه من مجلس إدارة النادي الأهلي في نهاية 2004، ابتعد عن النادي الأهلي تماماً. ربما كانت محاولة فقط دخول الانتخابات أمانة الصندوق وكان بيسنده الدكتور حسام بدراوي ولم يوفق، ثم ظهر في المشهد الانتخابي بعد النجاح الكامل في إقرار بند 8 سنوات وإبعاد مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب وكل من معهم. الساحة فضيت تماما أو الساحة الأهلوية فضيت تماما،
ترشح ضد المهندس إبراهيم المعلم ظلال سياسية كثيرة وكثيفة غلفت هذه الانتخابات كانت كفيلة بإبعاد المهندس إبراهيم المعلم ونجاح المهندس محمود طاهر بكامل قائمته علشان يدخل من جديد إلى مجلس الإدارة في معركة 30 يونيو، لكن 30 نوفمبر. لكنه الحقيقة مواجهة المهندس محمود طاهر بكل ثقله الانتخابي بعد دورة أضاها في النادي الأهلي وبعد ما فعلا أقنع ناس كتيرة جدا بوجوده، كانت فعلا من الصعب أن تواجه قيمة جمهور كبير جدا ونجم جماهيري كبير جدا في حجم الكابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب اللي أبعدته لائحة الثمان سنوات عن الانتخابات اللي خاضها إبراهيم المعلم ولم يوفق ضد محمود طاهر، الجمهور بقى متلهف لعودة الخطيب. نفس الهزة اللي كانت بتهز مدرجات الاستاد وقت ما الخطيب يقوم يسخن، تقريبا الناس حست بنفس الهزة لما الخطيب أعلن ترشحه. أول ما الخطيب أعلن ترشحه في مواجهة المهندس محمود طاهر، تقريبا أعضاء وجماهير النادي الأهلي حصلت لهم نفس الهبة لما كان الخطيب بيقوم من على دكة مقاعد البدلاء عشان يجري عملية الإحماء. مرحلة الإحماء كانت مرحلة عنيفة جدا في تسخين الأجواء الانتخابية بين المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب. الاثنين تجاذبوا عدد كبير جدا من أفراد القائمة، بذلوا مجهود كبير جدا في الوصول للقائمة، لكن صياغة قوائم الأهلي الانتخابية كان فيها الكثير من محاولات الضرب تحت الحزام. ده في الحلقة القادمة. الأهلي من جديد من قبضة رجال المال والأعمال. الأهلي كان رايح في سكة تانية خالص، الله أعلم كان مقالها هيكون عامل إزاي، الله أعلم رجال الأعمال هيوصلوا كانوا بالنادي الأهلي على فين، لكن أعتقد أبناء مختار التتش كانت لهم الكلمة الغالبة في 30 نوفمبر.